مساء الخير مشاهدينا. البداية راح نبلش فيها من الأخبار المحلية، حيث أكد سمو الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا ورئيس الاتحادين الأردني وغربي آسيا أنه لن يترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي ستجرى في شهر نيسان المقبل. وأوضح سمو الأمير علي بأنه تحدث في أكثر من مناسبة على أنه لن يترشح لرئاسة الاتحاد، وأعلن سمو الأمير علي في ذات الوقت أنه سيعمل على مساندة دور وبرامج الرئيس المقبل، مؤكدا أنه سيلتزم بهذا الأمر من أجل مصلحة كرة القدم في آسيا. بلغ فريق الرياضي وجامعة العلوم التطبيقية المشهد النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة السلة، حيث حقق الرياضي فوزا مثيرا على نظيره مدارس الاتحاد، فيما فاز العلوم التطبيقية على الكلية. تفاصيل أوفى عن هذه المباريات في تقرير الزميل يوسف البستنجي. سلة بسلة ومدارس الاتحاد تتقدم، هذا هو سيناريو الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة السلة. حامل اللقب للنسخة الماضية الرياضي يطارد نجوم الاتحاد خوفا من الابتعاد بالنتيجة التي سيطر فيها الاتحاد على مجريات اللقاء من خلال الربع الأول والثاني وبفارق 3 نقاط، مما جعل الندية حاضرة بين الفريقين مع نهاية الفترة الثانية. طبعا الكلوز جيم جاي من انه الفريقين متساويين متقاربين بالمستوى، فعشان هيك المباراه ما بتحسم الا بالنهايه. بس على كل انا خلال الكوارت الاول والثاني عملت يعني قراءه سريعه على الفريق الرياضي، وان شاء الله كل الاخطاء اللي صارت بالفيرست والسكند كوارتر راح تتعالج، وان شاء الله راح نشوف انه الفريق راح يتحسن اداؤه بالملعب. ومع بدايه الشوط الثاني بدا سلامه باعطاء التعليمات ليبدا الرياضي بالعوده للقاء، ولكن الاتحاد سرعان ما اكد التقدم من جديد ليبقى فارق النقطتين مرافقا حتى النهايه التي كان صاحب الكلمه فيها عمار بسطامي لينعش امال الرياضي بالتواجد في المشهد الاخير من البطوله. مع دخول أجواء المباراة بلشنا نرتاح أكثر. هلأ اللي ساعدنا محمد دويري من فريق 19 زي ما شفت، يعني نزل ساعد كتير تحت السلة، وبسطامي مع أنه رجع من الإصابة بس كان وضعه كتير ممتاز، فضلت نفسيتنا قوية وضلينا نطلع شوي شوي. هلأ استغلينا الأخطاء الشخصية اللي كانت عندهم، لعبنا إنسايد جيم كتير. أما بالمواجهة الثانية والتي جمعت العلوم والكلية، كانت الكلمة فيها ومنذ البداية لوسام الصوص ورفاقه مؤكدين الانطلاقة القوية نحو النهائي. الشوط الأول أقلعت فيه التطبيقية بالنتيجة حتى توقفت الساعة والفارق 34 نقطة لمصلحة العلوم. كل احترام يعني لفريق الكلية ولفريق الرياضي، يعني فريق الرياضي قدم مباراة كبيرة والكلية عم بيلعبوا بروح عالية وبمعنويات عالية، واحنا بنحترم الحكي هذا ومقدرينه، ومش راح ان احنا يعني لازم يكون له وجود كبير بالملعب. ومع أحداث الشوط الثاني اتضحت الرؤية تماما ليلعب العلوم بالأسماء الشابة التي سجلت لسلة الكلية بسهولة تامة، لينتهي اللقاء وبفارق 45 نقطة لمصلحة العلوم الذي سيواجه الرياضي في قمة مرتقبة في 28 من هذا الشهر. يوسف البستنجي، قناة رؤية. وعلى صعيد السيدات، حقق فريق المقاولين الفوز على ضيفه نشام الأردن بنتيجة مضاعفة بلغت 41 نقطة ل20 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس في ختام المرحلة الأولى لدوري كرة السلة للسيدات. لاعبات نشام الأردن فاجأت فريق المقاولين بالتقدم المبكر، غير أن الأخير تدارك الموقف لينهي الربع الأول متقدما بفارق نقطة. وفي الفترة الثانية واصلت لاعبات المقاولين التفوق عبر الاختراقات السريعة التي ضمنت التقدم مع نهاية الربع الثاني ب17 نقطة ل14 نقطة. وفي الفترة الثالثة عانت لاعبات النشامة من متانة دفاعات المقاولين ولم ينجحن سوى بسلة واحدة، فيما استمرت زيارات المقاولين للسلة لينهي المقاولين الربع الثالث والرابع لصالحه ب41 نقطة ل20.
وإلى أخبار كرة القدم ومباريات الدوري الأسترالي، حيث حقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز على رفاق النجم الإيطالي ديل بييرو في فريق سيدني بهدفين لهدف واحد. الاستقبالات الحارة للنجم الإيطالي ديل بييرو كانت حاضرة منذ البداية، لكن هذا لم ينجح في إيقاف اللاعب جودوين من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13. وكان الضوء بعد ذلك على نجم المنتخب الإنجليزي السابق إيميل هيسكي عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 27، وبعدها قلص غلاسييك الفارق لسيدني لكنه لم ينجح بالتعادل. وفي مباراة ثانية من الدوري الأسترالي، نجح فريق ملبورن فيكتوري من تحقيق الفوز على مضيفه ملبورن هارت بهدفين مقابل هدف واحد. بداية اللقاء كانت بطيئة، لكن الإثارة تجلت مع الشوط الثاني عندما نجح روغاس في تحقيق التقدم لفيكتوري بالدقيقة 67، إلا أن هارت رد بهدف التعادل عن طريق فريد في الدقيقة 80، لكن فيكتوري واصل الضغط وحقق الفوز مع آخر دقيقة من عمر اللقاء عن طريق أرشي توميسيون. وإلى الأخبار الإسبانية، وفي هذه الأثناء سيكون برشلونة المتصدر أمام فرصة إنهاء هذا العام بانتصار 10 على التوالي، وذلك في مباراته الجارية حاليا أمام بلد الوليد في المرحلة 17 من عمر البطولة. النتيجة تشير إلى الآن إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وعلى النقيض تماما فأن الغريم التقليدي ريال مدريد يبحث هذه الليلة عن لملمة الجراح عندما يواجه الفريق المتميز هذا الموسم ملقة على ملعبه وبين جماهيره. ومن المؤكد أن مورينيو المدير الفني للنادي الملكي أصبح في وضع لا يحسد عليه، لأن حظوظ ريال مدريد في الاحتفاظ باللقب أصبحت ضئيلة جدا، وأي تعثر جديد أمام ملقة سيكون بمثابة الضربة القاضية لنادي العاصمة الذي يجد جاره اللدود أتلتيكو مدريد متقدما عليه، وهو أمر يعتبر من النوادر بالنسبة للفريق الأبيض. ونذكر في دوري الأبطال وقع إي سي ميلان مع برشلونة، وأيضا ريال مدريد سيواجه مانشستر يونايتد.